على مدى أكثر من نصف قرن من الزمن كان الطريق ليبدو سالكاً إلى قصر الشعب أو ما يعرف في اليمن بالقصر الجمهوري، سواء على مستوى الشمالي أو الجنوبي أيضاً. ومنذ اللحظة التي قرر فيها الشعب أن يكون جمهورياً دخل اليمن تحولات كبيرة ودوامة من الصراع تركزت في نظام الحكم، وظهرت جلية في طبيعة وخاتمة كل حاكم. على مدى نصف قرن كانت الرئاسة في اليمن بمثابة أخطر الأخطار، 11 رئيساً حكموا اليمن وغادروا الحياة إما مسجونين أو مقتولين أو منفيين، ولم يسلم من هذه التراجيديا سوى قلة قليلة. تاريخ الكرسي الرئاسي في اليمن تاريخ طويل ظل يخضع لاعتبارات كثيرة متأثراً بالقبيلة والقوى السياسية والعسكرية وبالمحيط الإقليمي المجاور أيضاً. قناة السعيدة تفتح ملف رؤساء اليمن وستتنقل في قراهم ومنازلهم ومنازل رفقائهم وأصدقائهم، وستفتش في إرشيفهم الأسرار والوثائق لتوثق تجاربهم وحكاياتهم منذ البداية وحتى النهاية. بدافع الحقد والانتقام. هذا هو عبد الله يحيى السلال، السجين المحكوم عليه بالإعدام في ثورة 48-900 أصبح أول رئيس للجمهورية العربية اليمنية بعد ساعات من قيام الثورة 26 سبتمبر، وبذلك أصبح أحد وأهم وأشهر الشخصيات في تاريخ اليمن، إذ يرتبط اسمه بالثورة والنضال والشجاعة وروح القيادة بعد أن أصبح أيقونة ثورية وقدوة للطبقات الاجتماعية اليمنية المقهورة. هو عسكري وثائر ورجل دولة، قاد الثورة في سبتمبر وعلى ظهره 53 من التجارب المريرة ليؤسس بذلك جمهورية اليمن الأولى، الجمهورية التي أسست عهدا جديدا ومرحلة جديدة في تاريخ اليمنيين. السلال هو ابن الحركة، حركة المعارضة السياسية اليمنية. السلال لم يأتي من فراغ، السلال واحد من الرموز السياسية والعسكرية الوطنية منذ الثلاثينات، منذ النصف الأول من الثلاثينات إلى النصف الثاني من الثلاثينات. السلال دخل السجون لعدة مرات من الثلاثينات إلى بداية الأربعينات إلى حتى الخمسينات. السلال واحد من الأسماء العسكرية الأولى التي ذهبت إلى بغداد العراق في أول بعثة عسكرية لتتخرج من الكلية الحربية سنة 37. تخرج من الكلية الحربية سنة 37 في بغداد، ذهب إليها مع مجموعة كبيرة من العسكريين، مش كبيرة لكن مجموعة 15-12 في هذا الحدود، من ضمنهم الأستاذ أحمد حسين المروني، من ضمنهم أسماء عديدة. فبهذا المعنى السلال يعني قائد سياسي، قائد عسكري، رمز وطني كبير. الرئيس الأول للجمهورية عبد الله السلال ولد العام 1917 في قرية شعسان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء، وهو من أسرة فقيرة. نشأ وترعرع في كنف والدته التي رعته بعد أن توفي والده وهو لا يزال صغيرا، وهي بداية تؤكد بأنه واجه ظروفا قاهرة منذ وقت مبكر. التحق بمدرسة الأيتام بصنعاء وفيها تعلم مع أبناء الفقراء، ثم أكمل دراسته الثانوية في مدينة الحديدة.
والله شوف والدي الله يرحمه كان يعني عانى كثير قبل ما يطلع رئيس الجمهورية. كان أولا هو ولد في صنعاء، وطبعا ما فيش تاريخ، ما حدش عارف التاريخ لأنه الإمام ما كانش يعمل لحد تاريخ، حتى أنا وغيري ما عندهمش تاريخ خالص، يقدروا يغالطوا حتى في الوظيفة لأن ما فيش تاريخ ميلاد. فعندما ولد في صنعاء كان طبعا من طبقة متوسطة، وفي رعاية أخوها الكبير محمد الحج محمد السلال. ثم دخل مكتب الأيتام، مكتب الأيتام هذا كان يضم كل الزعماء اللي تخرجوا بعدين من مكتب الأيتام وشاركوا في ثورة 48 وشاركوا في ثورة 62. درس في مدرسة الأيتام حتى وصل إلى الفصل السابع. الفصل السابع عبارة عن يعني زي ما تقول ابتدائي وإعدادي. بعدها سافر إلى الحديدة من أجل يدرس ثانوية عامة، لأنه ما كانش في مدرسة ثانوية عامة إلا في الحديدة، كان اسمها المدرسة السيفية باسم سيف الإسلام محمد البدر أحد أولاد الإمام، ولي غرق في البحر بعدين. فدرس في الحديدة حوالي يمكن سنتين، حصل على الثانوية العامة، حصل الغزو السعودي الأول، الغزو السعودي في سنة 37 أعتقد حصل الغزو وهو موجود في الحديدة. قال لأول مرة يشوف مدرعة ويشوف جهاز لاسلكي يتكلموا به. هذه الأيام كان نابش مع الجيش المتوكلي جيش الإمام أي شيء، لا مدرعات لا لاسلكي لا أي حاجة. كان معاه مدافع قديمة من تركيا اسمها عادي جبل دولتهم، هذه تضرب زي مدفع رمضان، ما هيش يعني مدافع حقيقية. عندما وصل فيصل ولي العهد اللي كان زمان الأمير فيصل وصل إلى الحديدة، اضطر أنه يغادر لأن الناس كلها غادرت الحديدة، كل الموجودين، حاكم أو أمير لواء الحديدة مع مجموعة الموظفين مع الطلبة اللي كانوا من شمال الوطن كلهم هربوا من تهامة إلى صنعاء. بعد إتمامه للمرحلة الثانوية سافر إلى دولة العراق ضمن أول بعثة عسكرية في منتصف الثلاثينيات، حيث التحق بالكلية الحربية العراقية وتخرج منها برتبة ملازم ثاني. وصل إلى صنعاء وكان في هذه الأيام فكره أنه ينتخبوا يعني باسمه ينتخبوا بعثة إلى العراق. بعدها تم انتخابه مع البعثة إلى العراق، حتى لما سألها الإمام يحيى قال لي ابن من أنت؟ قال ابن السلال. قال أي سلال هذا؟ قال له ابن السلال يعني من المواطني، ما كانش يشتي يوافق على سفره لأنه بقية الجماعات من أسر كبيرة كانوا. فبعدين وافقوا على سفر مع الجماعة، سافر مع زملائه أحمد المروني ومحمد حجر ومجموعة كبيرة يعني كانوا حوالي يمكن 11 واحد. وصلوا إلى عدن عن طريق عدن، طبعا كان في عدن الوكيل الجبلي وكيل الإمام استقبلهم ولبسهم ملابس غير الملابس اللي راحوا، بل كان يضحكوا عليهم، كان لابسين ملابس ناس أيتام تعبانين يعني، فغير لهم الملابس وادالهم ملابس يعني بنطلون وجاكيت وكذا. وبعدها سافروا على باخره من حق الفحم، سافروا إلى البصرة أولا، وصلوا البصرة. أول ما وصلوا البصرة، أول ما وصلوا عدن ابتلدوا في عدن لأنه كان في سينما، كان في طريق مسفلت، كان في كهرباء، كان في، وهذه مش موجودة في الشمال، كان في راديو، كان في كل شيء. في الشمال ما كانش في أي شيء، لا راديو محطة إذاعة ولا تلفزيون ولا موجود كهرباء ولا موجود طرق مسفلتة ولا موجود أي حاجة. كانت الدنيا مثل القرن الماضي، القرن الحجري أيام الإمام. وصلوا هناك استقبلهم الجبلي وضيفوهم اليمنيين التجار، ضيفوهم وراحوا عند أمير لحج الله يرحمه، وقد مات أمير لحج، هذا كان من الوطنيين الكبار. استقبلهم وخزنوا لأول مرة، ما كانش يخزنوا، وسمعوا المضربة الكبيرة اللي هو أخو أمير لحج النكشب، ما اسمه والله ما عدنا ذاكر اسمه، هذا مشهور قوي في الجنوب وفي عدن، وكان هو المضرب الوحيد الذي تخرجوا على يده كل المضربين.
طبعا أول مرة يسمعوا غناء، لأنه كان ممنوع الغناء في اليمن، في الشمال كان ممنوع في صنعاء، وكان الذي يغني يسمروا حقه العود في باب القصر، باب قصر لديه، ويربطوه ويسكبوه فوق القدران ويبهذلوه ويحبسوه. هذا المغني وصلوا البصرة، طبعا في البصرة ابتلدوا، دهشوا كهرباء، مدينة ضخمة فيها فنادق، فيها كهرباء، فيها ناس لابسين بنطلونات، يعني فيها نهضة وتطور ما يوجدش قالوا لا في اليمن ولا في عدن، يعني أكثر من عدن. وصلوا البصرة، ظلوا يوم واحد في البصرة، وبعدها سافروا إلى بغداد. أول ما وصلوا بغداد جلسوا زي المبلودين، يتبسروا على يتبسروا المنازل، يتبسروا الكهرباء، يتبسروا الطريق المسفلت، فيها مستشفيات، فيها مدارس، فيها كلية حربية أيضا، ما كانش عندنا كلية حربية. وقبل أن يعرف سجينا من الأحرار اليمنيين الدستوريين والعسكريين، عين بعد عودته من العراق مدربا في الجيش غير النظامي، حيث حاول السلال أن ينقل بعض ما تعلمه ببغداد في مسألة بناء جيش حديث، ولكن تلك المحاولات لم تلقى استجابة سريعة بحكم الظروف التي كانت تخضع لها البلاد والفوارق السياسية والثقافية بين اليمن والعراق. فرض نفسه على الإمامة بعد عودته، رغم أن الإمامة بعد عودتهم من بغداد رفضوا أن يلحقوهم بالسلك العسكري، مع أن أنت تعرف أن هذه البعثة العسكرية الأولى في 35-36 التي ذهبت هي أجت بعد شعور الإمامة بالعجز، في أنه ما عندها جيش أمام الهزيمة أمام السعودية في حرب 34، وأمام الهزيمة كمان أمام الاستعمار البريطاني الإنجليزي في 34. شفت كيف؟ هنا شعروا بها، لكن هذا الشعور لم يتحول إلى رؤية لدى الإمامة بخلق جيش وطني حقيقي. فذهب السلال ضمن هذه الدفعة وعاد متخرجا من الكلية الحربية، في وكان يتوقع أنه سيعود ليتحمل مواقع عسكرية وإعادة ترتيب وبناء الجيش الوطني اليمني، ولكن كل هذا تم إزاحتهم بعيد. أول ما عادوا إلى اليمن وصلوا كانوا يتكلموا على العراق، تكلموا على الكهرباء، تكلموا على المدارس، تكلموا على الكليات، تكلموا على، طبعا حس الإمام أنهم بدأوا يفسدوا الناس يعني أو يأثروا على الناس، وكانوا عندما يمشوا كانوا يمشوا يهزوا الأرض، علموهم في العراق أنه لما يمشي يهز الأرض وبالبدلات، فحبسهم، أمر بحبس أحمد المرواني والوالد والبراق والحورش. هذا البراق والحورش هم كانوا أسادة مشهم ضباط، ما كانوش عسكريين. بعدين لما راحوا يراجعوا الإمام قالوا يا مولانا هذا مساكين وطيبين ما عملوش حاجة. قال لا، قال هذا بيمشوا يهزوا الأرض ويفجعوا الكلاب، يخوفوا الكلاب يعني، ويتكلموا على العراق. انتقل السلال من تدريب ما كان يعرف بالعكفة وهو الجيش غير النظام حينها إلى تدريس طلاب مدارس الإصلاح والأيتام والإرشاد، وحاز تشجيع وزير المعارف سيف الإسلام عبد الله حينها، إلا أن ذاك التشجيع لم يستمر، ومقارنته بين العراق واليمن كانت سبباً في اعتقاله الأول. كانوا يعتقلوا، تعرف لماذا؟ يعتقلوا لأنهم فقط يتكلموا عن الحياة الحضارية في العراق. واحدة من الاعتقالات أنهم كانوا يتكلموا عن أوضاع العراق المدنية، أوضاع العراق الاجتماعية، أوضاع العراق الثقافية، أوضاع الجيش العراقي، المستوى الحضاري. بسبب هذه القضايا أدخل هو ومجموعة من زملائه البراق والمروني إلى السجن. لأكثر من مرة دخل إلى السجن، وبكلها مرة من ضمنها دخلوا إلى السجن كل وكان معه البراق والمروني، دخلوا إلى السجن لأنهم رفضوا أن يروا شباب إيطاليين، بعثة إيطالية كان موجودة وكان أولادهم معهم دراجات نارية يرفعوا الأعلام الإيطالية عليها داخل شوارع صنعاء. فحماسة وطنية أنتابتهم وحالة غضب، ذهبوا ينزلوا الأعلام الإيطالية. بهذا السبب برضو دخلوا السجن لمدة سنة كاملة.
فإذا السلال لم يأتي من فراغ، السلال يعني جاء يعني من قلب الحركة، حركة المعارضة السياسية اليمنية للإمامة، وجاء من قلب المؤسسة العسكرية اليمنية الحديثة، بداية نواة يعني مؤسسة عسكرية حديثة لم يكتب لها النجاح. فبهذا المعنى السلال وصل إلى رئاسة الدولة. وما يميز السلال أكثر أنه ابن الشعب. أنا أستطيع أن أقول لك، وهذه علامة، هو الرئيس الذي تستطيع أن تقول عليه أنه ابن الشعب، ابن الشعب الفقير، ابن الشعب الكادح، ابن الشعب الذي عانى وقاسى وتربى تربية قاسية وواجه معاناة حياتية صعبة معيشية، وتكفلت والدته الفاضلة بتربيته أحسن تربية. وبهذا المعنى هو أجاه من قلب الشعب، لهذا أجاه حامل الهموم الوطنية الكبيرة. أفضى اعتقاله عاما بعد محاكمة جرت نتائجها لصالحه إلى مراجعة البعض عنه، وعقب مطالبات تم إطلاق سراحه، وتزامنا مع وصول البعثة العسكرية العراقية أعيد إلى وظيفته التي يعرفها جيدا في الجيش مرة ثانية، للتعاون مع أعضاء البعثة الذين اصطحبوا معهم ما تعلم عليه من أجهزة حديثة. وبحكم أن السلال كان من ضمن قلة قليلة، خرجوا وتعلموا فلم يتم الاستغناء عنه، لكنه ظل تحت الرقابة الشديدة هو وزملاؤه. الأسماء كانت محدودة، يعني وهو اختياره اضطراري في هذه المواقع. تعرف بلد ما فيهاش ما يسمى الكوادر حينها، ما فيهاش الملاكات العسكرية، الملاكات الإدارية، الملاكات، بلد معزول عن العالم، شفت كيف؟ بلد يعني تقدر تقول أن تاريخ القرون الوسطية، التاريخ العصور الوسطى كان بكل تفاصيله يحيا ويعيش ويتنفس في التاريخ الإمامي إلى ما قبل ثورة 26 سبتمبر. فلهذا كانت الملاكات اللي درست في العراق أو درست في مصر أو هي مجامع صغيرة ليست كبيرة، فلهذا كان الاختيارات ضرورية، بالضرورة أن يكون السلال، أن يكون جزيلان، أن يكون القائفي، أن يكون هذه الأسماء، لأنه ما فيش بديل، ما فيش بديل لهم إلا هذه الأسماء، المروني. فلهذا كانت مواقع، وهو كانوا تحت عيون حراس الإمامة، كانوا مراقبين وتحت مراقبة شديدة، أدنى غلط صغير ممكن كان يودي بحياة أي واحد منهم. ولهذا كانوا يتحركوا ضمن ظروف يعني شديدة الصعوبة وشديدة القسوة وشديدة السرية، السرية والكتمان، يعني لا يستطيعوا أن يتحدثوا ببعض ما في نفوسهم بالجانب الاجتماعي وليس بالجانب السياسي علنا. في ثورة 48 التي مضت إلى ترتيب الخلاص من الإمام يحيى، انخرط السلال بصفته العسكرية في تلك الترتيبات، واحتضن داره بصنعاء جلسات العسكريين برئاسة القيادي العراقي جمال جميل. تم الاتفاق على خطة التنفيذ العسكرية وتوزيع المهام، وإذ تمت العمليات على النحو المخطط له، إلا أن الأقدار لم تكتب للحركة النجاح، وعلى إثر ذلك ألقي السلال في سجن الرادع بصنعاء، ثم أودع سجون حجة، وظل في السجن 7 سنوات. اتصلوا بالأحرار سيد أحمد المضاع ومجموعة 48، أصفي محبوب، أحمد الكبسي، حسين الكبسي رحمه الله اللي كان وزير خارجي في ثورة 48، آل الوزير، بدأوا يتصلوا بالأحرار على أساس أنه لابدوا من ثورة على الإمام. هذا الإمام ظالم، وفي عندنا في المذهب الزيدي الخروج على الظالم، يعني أنك ما يمكنش تكون متدين وزيدي إلا إذا خرجت على الظالم. فطبعا صاحبنا الإمام
ما كانش عارف ان في مؤامرة، وكانوا بلغوه قبل المؤامرة يمكن بحوالي شهر او اسبوعين. دعا ابن احمد من تعز، الامام احمد كان في تعز ولي العهد، ما رضيش يطلع، وكان الامام احمد منتظر انهم يقتلوا ابوه عشان يطلع يقعمه. فعلا قتلوا الامام يحيى وقامت الثورة 48 وفشلت. وبعد فشلها لموا كل الأحرار والثوار وحطوهم في سجن الرادع، السجن اللي جنب باب الشقاديف. أقول لك أنا اللي في موقف سيارات الآن، هو كان سجن. لموهم كلهم حبسوهم في سجن القلعة وسجن الرادع، وجابوا لهم سيارات من النقل هذا الحمالات، وحملوهم عليه إلى حجة، سفروهم إلى حجة. وصلوا حجة كان الإمام أحمد موجود، لأنه هرب من تعز إلى حجة، قدر أنه يهرب من تعز إلى حجة. وظلوا في السجن 7 سنوات. أولا في سجن نافع، هذا كان سجن اسمه الموت البطيء، كان فيه 70 شيخ من مشايخ الزرانيق، كلهم ماتوا من التسمم، وماتوا من البرد، لأنه كان حجة بارد قوي، وهم طبعا من تامة، ماتوا كلهم، ما بقي منهم إلا واحد. هو الذي الواحد هذا هو الذي قال لهم على قصة الزرانيق، حكى لهم كيف ماتوا المشايخ كيف كذا، وهم كانوا طبعا منتظرين الموت البطيء. مشاركة السلال أيضا في ثورة 48 واحتكاكه بالعلماء أثناء حجزهم وحبسهم في حجة ربما ساهمت أيضا في يعني في توسيع البعد المعرفي لدى السلال، أن تصاحب كثير من حميد الأحمر وآخرون عندما تم احتجازهم مع علماء ومفكرون في ثورة 48 دخلوا السجن بعقلية وخرجوا بعقلية أخرى، وبالتالي ربما هذه واحدة من الأمور اللي غيرت في السلال. 7 أعوام قضاها السلال في السجن بحجة، وفي عام 1955 للميلاد تم إطلاق سراحه بناء على تدخل من ولي العهد محمد البدر الذي كان يرى فيه مصلحا حقيقيا، وأنه متحمس لبذل كل جهوده لأجل الوطن، وأعيد إلى عمله مرة ثانية. بعدين في سنة 55 بعد انقلاب الثلاية، أو في 55 أمر البدر بإخراجهم أو بإطلاقهم. كان محمد البدر ما قدوش ولي العهد، كان سيف إسلام يسموه، أمر بإطلاق المساجين اللي في حجة كلهم. وبعد ما أطلقهم جاء أمر من الإمام بعودتهم إلى السجن جميعا. وكان والدي والمرواني في اللاسلكي، هذا جهاز السلك اللي بيسموه، استخدمهم البدر على أساس أنه يتصل بالسعودي ويتصل بأنصاره. طبعا أول ما جت البرقية خبوها وراحوا بلغوا المساجين كلهم في حجة. هم كانوا موجودين ناس في يعني في عند أصحابهم في البيوت كذا، قالوا لهم الإمام أمر بعودتكم، يلا توكلوا على الله. اللي هرب تعز واللي هرب صنعاء ولي، وهم جاءوا لعند سيف الإسلام البدر، قالوا له هذا البرقي من الإمام، ما عاد إلا أنا والمروني. قال له في حجة الجماعة غادروا، قدم في صنعاء وتعز، قال خلاص وانتوا كذا انتوا مطلقين، يعني اعتبروا نفسكم مطلقين، ما عاد ترجعوش السجن. ما رجعهمش طبعا، سافروا إلى والدي، جاء لعندنا لتعز، وإحنا كنا ذاك الأيام في كلية الشرطة، كان الإمام أمر أنهم يعملوا كلية للشرطة مش في صنعاء، في تعز. وكان المجموعة اللي موجودين في كلية الشرطة من لواء تعز ومن لواء صنعاء ومن لواء الحديدة. المشير عبد الله السلال الوحيد من الزعماء والرؤساء اليمنيين الذي تقدر تقول بعمق وبدقة وبصواب أنه ابن شعب، آتي من قاع الأرض، آتي من الفلاحين، آتي من الحرف والمهن، آتي من تجربة الحركة الوطنية من 48 وما قبل 48 من الثلاثينات. المشير عبد الله السلال درس العسكرية، ومن خلال الدراسة العسكرية في الثلاثينات في العراق وانفتاحها على الحركة الوطنية في الشمال والجنوب، وأيضا ارتباطه بالحدث العظيم 48، كان المشير عبد الله السلال يمثل عمق هذه التجربة. عاش مآسي اليمن، عاش تجربة 48، حركة 48، يعني هزيمة 48، عاش 55، عاش يعني 61 أيضا،
وفي كل الأحوال أيضا سجن في سجون حقه لسنوات عديدة جدا، خرج من السجن واستعاد جزء من الثقة، ولكن ظل دائما تحت مراقبة الإمامة باعتبار أنه من ثوار 48. فاستلال تجسيد لنضال الشعب اليمني على مدى نصف القرن الذي يعني عاش في هذه الفترة. عقب افتتاح كليتي الشرطة والحربية، سلم أمير حرس ولي العهد عبد الله السلال المطار الحربي، ومنه افتتح كلية الطيران وأشرف على ما سمي بفوج البدر، وذلك إثر سفر الإمام إلى روما للعلاج وتفويض ولي عهده بتصريف شؤون الدولة فترة غيابه. المشير السلال بعد ثورة 48 وخروجه من الحبس اشتغل في ميناء الحديدة، اشتغل في مثلا مسؤول عن كان فتحوا كلية الطيران وكان مديرها، مش في الكلية الحربية، هو المشير عبد الله جزيلان ومحمد صالح العلفي. محمد صالح العلفي كان أول مدير الكلية الحربية، بعده حمود الجافي رحمه الله جميعا. عبد الله السلال كان في الحديدة، ثم البدر طلبه ليكون بجانبه، وكان مسؤولا عن عقفة المسؤولين حراس البدر وقائد فوج البدر. هذا الفوج البدر جمعه من بعض المناطق اليمنية ليكون جيشا في مستوى جيد، وكان نموذج، كان السلال رئيس مديره ومدير الحرس ومسؤول عن كلية الطيران. هو قائد الحرس من قبل، هو كان في قائد لفوق البدر، قائد للكلية الحربية، قائد في الكلية الحربية، هذا كان من قبل سبتمبر بفترة طويلة. جميل. تولى. وكان كمان مدير للميناء الحديدة، يعني في مواقع، يعني هو يعني الزعيم الذي صنعته الأحداث، وفي السياق صنع الأحداث. أثناء عمله في ميناء الحديدة، تموضع السلال كمسؤول قيادي، أنشأ صلاته بعدد من الخبراء والأجانب والسفراء العرب لا سيما المصريين، واغتنم فرص حضور مسؤولين سوفيت وصينيين لافتتاح مشروعي ميناء الحديدة، فينفرد بلقائهم ويبسط صورة البلد ويشير إلى ضرورة مساعدة الشعب على الخلاص من معاناته. وارتأت جموع من الأحرار أن سبيل الخلاص من معاناة الشعب يتمثل في اغتيال الإمام نفسه، ومن أجل ذلك زود السلال الشهيد سعيد حسن فارع بقنبلتين يدويتين لتنفيذ الخطة التي انكشفت وأودت بالشهيد سعيد إبليس إلى العذاب حتى الشهادة. وبسبب الشكوك بمشاركة السلال بتلك العملية وذلك المخطط، عمل الإمام أحمد على إقالته، كان ذلك في العام 1961 للميلاد. المشير عبد الله السلال إضافة إلى كل ما ذكرته أيضا كان يعني مظلة وحماية للضباط الصغار، للتنظيم الضباط الأحرار، للمعارضة السياسية. المشير عبد الله السلال كان في اللجنة التي حققت مع في حادثة المستشفى 61 مع حسين المقدمي ومع اللقية ومع الجماعة الذي اتهموا في حادثة 61، وكان هو ضمن لجنة التحقيق، وكان لديه موقف واضح وقوي ودافع وحمى الناس. ولذلك عندما تبوأ مهمة رئيس الجمهورية في 62 يعني كان في محل اقتدار وكفاءة واحترام من الجميع. لقد أعطت تلك الوظائف المختلفة للسلال فرصا كثيرة للتواصل مع الثوريين والضباط الأحرار، وفي كسب تأييد ضباط الجيش،
وتخريج المزيد من الأحرار والثوار والاستعانة بمساعدة المصريين الفنية. وبعد أن تولى محمد البدر منصب الإمامة بعد وفاة والده، قام على الفور بتعيين عبد الله السلال رئيسا لأركان جيشه، وشكل له هذا المنصب فرصة ثمينة للتخطيط واتخاذ الخطوات اللازمة للإطاحة بالإمام والإعلان عن ثورة 26 من سبتمبر. الوالد طلع صنعاء وتعين قائدا للحرس الملكي. كيف تم تعيينه بعدين كذا بالطريق ورغم انه استقل وكذا؟ هو تعرف على البدر في تعز ولمس فيها البدر انه ضابط عسكري وانه كويس وانه يعني ما شافش منه حاجه مسيئه او كذا. اول ما وصل صنعاء قال لهم جيبوا عبد الله السلال، وكان برتبه عقيد، رقى الى زعيم. الزعيم هو يعني ثلاث نجمات وتاج. رقى الى درجه زعيم وعين قائدا للحرس الملكي. كان واثق فيه طبعا. هي يعني ميزه السلال انه كان قائد حرس، عنده سياره، عنده مرتب 200 ريال هذيك الايام فرنسي، ورغم هذا قاد الثوره. يعني هو كان مرتبط بالنخبه ما قبل الثوره. هو كان مسؤول حراسه الامام محمد البدر، هذا اهله بدرجه كبيره. العامل الثاني انه كان من القله القليله الذي تم تاهيلهم في مرحله المملكه المتوكله اليمنيه. هو من الدفعه الاولى التي سافرت الى العراق والتحقت بالكل العربي الحربيه في العراق، وهناك راى حجم التطور في بغداد ومظاهر الحياه في العراق، قارنها باليمن هو وزملائه حسن العمري واخرون. بالضروره انهم يعودوا بعقليه الثوره وعقليه التغيير، لما وجدوا انه اليمن كانت في قرون وسطى في من كل المؤشرات، بينما العراق وبقية الدول العربية كان فيها مظاهر للتقدم والتطور. عجل ثوار سبتمبر بتنفيذ خطة الثورة، ولم يكن السلال على علاقة وثيقة ووطيدة بتنظيم الضباط الأحرار، ولكن بحكم النزعة الثورية الحاضرة لدى السلال ورصيده النضالي السابق ضد الإمامة، دفع بعض أعضاء تنظيم الضباط الأحرار بالتفكير بالرجل، حيث قاد صالح الرحبي وأحمد الرحومي بدء التحرك الثوري. وبعد أن شعر الضباط الأحرار بحجم التعقيدات قرروا الاستعانة بالسلال، وعلى الفور بدأ اتصاله بمسؤولي الكلية الحربية لإيصال مدرعة عسكرية إليه تقله إلى مقر القيادة، حيث أمر بفتح باب قصر السلاح، أمر يقال إنه كان بمثابة الإنقاذ لثورة الضباط من الفشل. مجموعة من الضباط كانوا مكلفين بقصر السلاح يفتحوه. طبعا ما قدروا يطلقوا النار عليه لأنه كان معاهم دبابة، لو طلقوا النار على القصر حد انفجر صنعاء كلها، لأنه القصر كان كله مليء بالذخيرة والأسلحة. والذي حاولوا مع الضباط اللي كانوا في القصر، مراد زامل وصالح العروسي، ما رضيوش يفتحوا، لأنه يعني يقول لك اشتي أمر، أمر من من؟ قالوا المهم أمر. طبعا اتصل بهم المشير الوالد من عدو، كان الزعيم عبد الله السلام، قال لدي لنا أمر، عمل لنا أمر وإحنا مستعدين نفتح. فعلا عمل لهم أمر ورسل مع واحد من الضباط، فتحوا قصر السلاح. إحنا كنا في العمليات كلنا ما بيش معانا سلاح، قد كان السلاح خلاص يعني ما عاد كانش معانا، وكان شيب منتهي، وما عندناش ديزل للدبابات، ما عندناش بترول للسيارات، يعني كنا في زي ما تقول في محنة أو في مشكلة، وكان المفروض لابد ما نخرج من هذا المشكلة. والخروج من المشكلة هو فتح قصر السلاح، لأنه كل شيء موجود في القصر، البترول، الديزل، السلاح، كل حاجة. طبعا بعد فتح قصر السلاح رجعت معنوياتنا كلنا، وبدأنا نشتغل من جديد. الذي في قصر البدر بدأوا يطلقوا الدبابات، بأنهم أطلقوا مدافع الدبابات من الليل على بيت البدر، لكن كانت الذخيرة قد انتهت في الفجر، كانت انتهت. والبدر ظل يقاوم إلى الساعة 9 صباحا، يعني ما هرب إلا بعد 9 صباحا. أول ما افتتح قصر السلاح خلاص انتهت قضيتنا، تحركنا حقنا المدرعات والدبابات وكذا، واشتغلنا وطلعنا القيادة، كل واحد يقدم تقرير للزعيم السلال، ما عمل، ما سوى كذا. طبعا الزعيم عبد الله السلال كان في هذه اللحظه يعني
الدنيا كلها فوقه. جاءوا المشايخ، جاءوا الضباط، جاءوا الناس كلها جاي يباركوا باسمه، بمكانته، بدوره، يعني وبحكم بقايا صلة مستمرة. يعني فتح قصر السلاح في اللحظة المناسبة بأوامر من السلال طبعا. طيب. بعد أن رفض العكفة الإماميين وجماعة فوق البدر والمجاميع الأخرى يعني، لكن حينما تدخل السلال فتم الإفراج يعني عن الدبابات والأسلحة التي خرجت لتدافع عن الثورة. السلال كان على علاقة شخصية، لأنه كل الضباط الأحرار، تنظيم الضباط الأحرار، يمكن كان إذا عديت الأسماء الكبار فيهم يمكن يطلعوا ثلاثة: عبد اللطيف ضيف الله، ويمكن اسمين آخرين فقط أو اسم آخر، وهذا إنما الباقيين كلهم من علي عبد المغني، هم من الجيل الشاب الذي كان أكبر واحد عمره 25-26 سنة حينها، وبعضهم 22، بعضهم 21، بعضهم خريجين المظلات، خريجين كلية حربية، خريجين مصر، يعني خريجين التدريبات اليمنية، الكليات العسكرية اليمنية، المظلات وغيرها، طيران. فلهذا السلال كانت عنده علاقة. أنت لو قرأت كتاب وثائق أولى عن الثورة الذي وهي مجموعة أسئلة وأجوبة وجهها مركز الدراسات والبحوث للمشير عبد الله السلال والقاضي عبد الرحمن الإيرياني والأستاذ المناضل الفقيد عبد الله عبد السلام صبرة، ستجد هناك في إجابات السلال إجابة إلى أنه كانت له صلات يعني سرية مع قيادة تنظيم الضباط الأحرار، ويشير ضمنها إلى علي عبده المغني، وكان بهذا السياق هو يرد على البعض اللي يقولوا إنه جاء من خارج التنظيم بهذا المعنى، لكن قد يكون بالمعنى التنظيمي الدقيق إنه ليس داخل هذه البنية التنظيمية اللي هي اللجان الأساسية والقواعد والمدري إيش وهكذا، لكنه كان على معرفة هو والأستاذ الوالد عبد السلام صبرة بكثير من تفاصيل تنظيم الضباط الأحرار، تحديدا هذين الاسمين. في ليلة الثورة شعر الضباط الأحرار في لحظة التنفيذ بشدة لحاجتهم لرتبة عسكرية عالية تعلو فوق تنافس الزملاء يكون لها تأثيرها على سائر الضباط الثوار وقادة الأسلحة، وكان الاتجاه إلى زعيمين هما العقيد عبد الله السلال أمير حرس البدر ومدير كلية الطيران، والعقيد حمود رجدي قائد سلاح المدفعية. ورجحت كفة الزعيم السلال لسبقه في النضال وانتمائه إلى الطبقات الشعبية. الوحيد الذي كان مهيأ بشجاعة وبسالة منقطعة النظير أن يتصدى للقيادة، أكبر رتبة، يعني الجايفي يرحمه الله ضابط، وضابط يحظى باحترام وحب، لكن عنده كثير من التردد، عنده كثير من الحسابات يعني للوضع. لكن المشير السلال الذي كان يمتلك المغامرة الثورية، المغامرة الثورية أنه ربما كان لديه نسبة النجاح، نسبة ليست بالكبيرة، لكنه كان قادر أن يتصدى وأن يكون الفادي الأول وأن يقدم نفسه كفادي وتصدى للمهمة العظيمة قيادة ثورة 26 سبتمبر الأخير. الآخرين سواء جزيلان أو عبد اللطيف ضيف الله أو الآخرين لم يكونوا بمستوى قدرة ومكانة وثقة المشير عبد الله السلال. ولذلك عبد الله السلال بالفعل أيضا عندما تولى الحكم وجد نفسه في مواجهة كبيرة جدا. الوالد طلع الصباح الباكر في الفجر لأنه ما مرسلوا للشندرعة، كانوا منتظرين وصول اللواء حمود الجايفي رحمه الله، وكان حمود الجايفي في الحديدة. وحمود الجايفي يعني رحمه الله كان ينصحنا، كان يقول لنا أجلوا شوية، الوقت مش مناسب، القبائل يأخذوا يسرقوا منكم الثورة، يشلوا الثورة، هذا المتعبين وهذا المشايخ كذا، وإحنا ما رضيناش نسمع النصيحة طبعا، خلاص الثورة قائمة قائمة يعني. أما كيف أتى فهو لم يكن الاختيار الأول
عليه، كان الاختيار على اللواء حمود القائفي. وحمود القائفي كانت عنده حسابات سياسية معينة وعنده قراءة سيسيولوجية، قراءة اجتماعية للواقع اليمني، أنه الثورة هذه لن تنجح ما دام وهذه البنية القبلية محيطة بهذا بصنعاء من كل الجهات، وأنه التي ستنجح بعدين في القبض على الثورة هي. ويبدو له عنده حسابات أخرى ذاتية، ويبدو هناك أخرى ذاتية أو تقديرات مبالغ فيها، ولهذا وقع الاختيار على السلال وأول ما طرحت عليه الفكرة. لكن هناك أخرى معلومات وهناك شبه حقائق تقول إن السلال كان على علاقة وطيدة بالعديد من رموز الضباط الأحرار، علاقة سرية خارج بنية التنظيم المعلنة داخل شباب تنظيم الضباط الأحرار. العامل الحاسم أنه كان السياق الإقليمي هو الذي عامل الأكبر في قيام ثورة 26 سبتمبر، التحولات الكبيرة، ثورة 52 في مصر، ولذلك ثورة 26 سبتمبر من خطط لها هم الضباط الصغار. الضباط الصغار لم يكونوا مقبولين مجتمعيا ولا داخليا في أن يقودوا الثورة، ولذلك بحثوا عن قائد. كان التعيين كان يعني الرقم واحد في الذي بحث عنه هو جزيلة، لكنه يعني لم يوفقوا فيه، ولذلك وهم في يعني في 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 طور قيام الثورة وفي طور تنفيذ الثورة يعني تواصلوا مع السلال، وكان السلال من الشخصيات التي تجاوب معهم، ولذلك هو أتى في هذا السياق أنه الثورة خطط لها آخرون، لكن كانت تريد أو تحتاج إلى زعامة وتحتاج إلى قيادة رمزية. كان عبد الله السلال يعني أقدميته العسكرية بمرتبته العسكرية الكبرى بتأهله في كلية عسكرية في العراق، وهو مؤهل لهذا الدور، ولذلك لم يخذ لهم كما خذ لهم جزيلا، ولذلك هو سد الفراغ، هو قاد اليمن. هذه السياق الذي جاء فيه عبد الله السلال لقيادة الثورة وقيادة الدولة بعد الثورة، وهو كان أهلا لهذا باعتبار أنه خلفيته العسكرية وتربيته العسكرية إلى آخره. كل هذه العوامل كلها ساهمت في وصول السلال إلى 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 هذا السلم. ما كان يعني البعض كان يقول أنه نقطة ضعفه الأساسية خلفية الاجتماعية، ولذلك البعض كان يتندر بأنه يعني يذهب الإمام ويأتي السلال، باعتبار السلال ينتمي إلى فئات اجتماعية محددة داخل المجتمع اليمني، يعني لا يرى البعض أهليتها لقيادة الدولة والسلطة. ولذلك كان في بعضهم يعني كان واحدة من نقاط مهاجمة الجمهورية والثورة أنه جمهورية ودولة يقودها السلال، وهذه واحدة من مخلفات الإرث الثقافي اللي كان لعصور يعني ممتدة من حكم الأئمة. كان المشير السلال نقي الصفحة أمام الجيش والشعب، فلم يستغل منصبه العسكري أو منصبه الإداري على ميناء الحديدة أو تسبب في الإضرار بأحد مهما كان مناوئاً، ولا أوصلته مناصبه إلى حدود الثراء. وتجلت للسلال مواقف شعبية عندما أناط به القصر الملكي مهمة سحق الطلاب المتظاهرين في يونيو حزيران من العام 1962، فأبدى تعاطفاً مع الطلاب إلى حد اتهمته سلطة الإمام بالتواطؤ. وعلى فورية استجابة السلال، فإن الضباط الأحرار كانوا يرون قيادة الرئيس عبد الله السلال آنية قياسا على الرئيس محمد نجيب في مصر وعلى الرئيس عبد السلام عارف في العراق، وكان اللواء عبد الله جزيلان المرشح المستقبلي عند هؤلاء الضباط قياسا بالزعيمين جمال عبد الناصر وعبد الكريم قاسم. هنا الفارق بين الثورة المصرية والثورة اليمنية، يعني وهي هنا تحسب للحالة اليمنية. الضباط الأحرار جاءوا بنجيب من خارج تنظيم الضباط الأحرار على الإطلاق، ما له أي صلة بعلاقة التنظيم، وأنت والدارسين لتاريخ الثورة المصرية يعرفون هذا، ولكنه اسم كبير، محمد نجيب اسم وطني، اسم يعني مصري حقيقي، اسم مع فكرة التغيير، لكنه لم تكن له أي صلة ولم يقاسي ما قاساه السلال من حيث العلاقة بالإمامة، من حيث العلاقة هناك بالملكية. السلال يعني واجه تحديات عسكرية أمنية على حياته، دخل السجون لسنوات طويلة. كان الضباط التنظيم الثائر تنظيم الثوار ك
كانوا في حاجة إلى قائد لأنهم شباب ما يفتحوش في عيون الشعب اليمني. الشعب اليمني يحتاج بدل الإمام شخصية ذات تجاه، وكان إما حمود الجايفي وإما عبد الله السلال. حمود الجايفي اعتذر لأسباب، والمشير حاول يعتذر لكن كان لابد أن يكون فكان. في اليوم الثاني من قيام الثورة تم إعلان تشكيل مجلس قيادة الثورة، مجلس السيادة برئاسة عبد الله بن يحيى السلال وتسعة أعضاء، منهم عبد الله جزيلان وعلي عبد المغني وعبد السلام صبرة ومحمد إسماعيل المنصور. وللقصة بقيه.